منتخب أذربيجان ممكن وتخلصها. إعداد آخر هناك من مارغريت وفي البلوك. منتخب أذربيجان ممكن والكرة في الملعب. إعداد منتخب أذربيجان والكرة على إعداد منتخب أذربيجان وقوية جدا من عملوي. إعداد ومنتخب فرق 4 نقاط الآن مامادوفا وإنهاء الكرة الأولى بعد الوقت المستقطع. إعداد مامادوفا محاولة إسقاط ولكن تنجح فيها. نعم أذربيجان ممكن وفي حائط الصد. إعداد وفي حائط الصد ولكن وين؟ خارج الملعب. النقطة رقم 12 يقلص الفارق وكرة ولكن سهلة. أذربيجان ممكن وتخلصها. هذه كرة الآن وقوية هذه المرة تعود لمنتخب أذربيجان في حائط الصد تلامس حائط الصد وإلى خارج الملعب الآن لفريق أذربيجان. فارق 3 نقاط وتدخل قوي الآن